مدرب طوارئ اللي عاشت معاه القارة حالة الطوارئ. سنة 2004 تقسم منتخب مصر من الدور الأول للكان، واستقال الاتحاد المصري وتعينت لجنة مؤقتة للتسيير، وتغير الجهاز الفني جوج المرات، وسجل المنتخب انطلاقة كارثية في تصفيات مونديال 2006 وسط ضغوط جماهيرية وانقسامات داخلية وخلافات مع اللاعبين. وفي نوفمبر من نفس السنة استلم حسن شحاتة قيادة المنتخب بشكل مؤقت لمدة شهرين، تزامنا مع تشكيل لجنة خاصة للبحث عن مدرب دائم. في هذا الوقت شحاتة بدأ استعدادات لتغيير شكل المنتخب، واعتمد على اللاعبين اللي رافقوه في مونديال الشبان 2003، ومع مزيج من الخبرة بين محترفين ومحليين بانت اللمسة ديالو في المباريات الودية، وانتقل لاستكمال تصفيات كأس العالم وحقق فيها نتائج كبيرة، ولكن ما كانتش كافية باش يدافع على حظوظ التأهل من مجموعة كتضم كوت ديفوار والكاميرون. هذا الشيء عطاه الثقة باش يبقى مع المنتخب في كأس إفريقيا وخفف عليه الصراعات، والباقي كنعرفوه كاملين. حقق الكان نسخة 2006 في بلاده، 2008 في غانا، و2010 في أنغولا بغيابات كثيرة لركائز الفريق، وقدر يصنع جيل تاريخي وكان قريب بفرق هدف من تأهل المونديال 2010، وخسر موقعة أم درمان أمام الجزائر، انتصر على إيطاليا في كأس القارات وقدم ملحمة تاريخية ضد البرازيل، وصل بالمنتخب المصري للمركز التاسع في تصنيف الفيفا. ولكن سنة 2011 ومع التطورات السياسية اللي طرات في مصر سببت ارتباك في عمل المنتخب وتقسم المشاركة في الكان 2012، وقدم شحاتة استقالة دياله من تدريب المنتخب.